سبحانه هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب تشربون ومنه شجر أي ينبت به شجرا فيه تسيمون أي ترعون من الرعي أن يعني ترعى إبلك ترعى غنمك على هذه الأشجار التي تنبت كما قال موسى عليه السلام إذ قيل له وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي يعني أضرب بها ورق الشجر حتى يسقط فتأكله غنمي فهذا المراد بقوله أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال تعالى ومنه شجر فيه تسيمون ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الإبل السائمة والبقر السائمة والغنم السائمة ما معنى السائمة؟ السائمة التي ترعى يعني في بقر يتركه أصحابه في الجبل يأكل بلا تكلف من صاحبه لكن هناك بقر أهله يشترون له العلف فالذي يشترى له العلف هو الذي الذي يشترى له العلف لا يزكى إنما السائم هو الذي يزكى يعني الذي يرعى وصاحبه لا يشتري له علفا هو الذي يزكى وكذلك الأغنام إن كانت عندك حوش دوار كما يقولون مليء بالأغنام وأنت تشتري للأغنام علفا العلف فهذه لا تزكى لكن إن كانت الأغنام سائمة فتزكى فهذا موجود في كتب الفقه وله تفصيل يأتي في محله إن شاء الله شهدي أن معنى تسيمون معناها ترعون الإبل ترعون الغنم ترعون البقر